اذا اقول اكو شيء امان اكو شيء امان، بس اليوم ماكو اكسجين، ازمه اكسجين موجوده. والله قام يبيعون بيبي حسين على موكب بالانحاس، ماكو اكسجين. سمعتوا؟ سمعتوا؟ الواد موته. يا الله يا الله يا الله، ولكم ما لكم لحق علينا، ولكم كل ابناء المدينه جابته اكسجين ما تقدروا ولا؟ يا الله يا الله يا الله، شو عنا شو عنا بهاي اللحظات يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله، اسرع له الناس يا بهاي الازمه. يا الله يا الله، نريد دولة الكويت خد تفتح الحدود، خد تفتح الحدود وتدخل سيارات، خد تدخل الصهاريج مال الاكسجين اللي موجوده. يا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. شنو ذنب هاي العالم فوق معدها مرضى؟ خلي يشوفوا الحقيقه، خليت الازمه مو الحقيقه مال الناصريه. هاي اللي ما وصلتوا المستشفى وما شفتوا شنو العالم موتها، موتت العالم. يا الله الله اكبر الله اكبر. باوع تدفق على القناني لان كل الناس في خطره، حتى المنظومه واقفه اللي بالمستشفى، منظومه المستشفى ما بيها اكسجين. يا الله خلي يشوفوا الحقيقه، خلي يشوفونا المحافظ، شوفوا الحقيقه. من تطلع بقناه الشرطه وتقول عندك كفايه من الاكسجين، وين الاكسجين؟ احنا اليوم وقت حرج، اليوم عندنا كورونا ووضع خطر علينا، وانتم ما شيء ما حققنا ليش؟ شوفوا العالم شلون تنقل عمود، شوفوا العالم شوف العالم شلون تنقل. عباد دله، حتى الدله مو هيك شيء، حتى واحد عنده انسانيه، داعش داعش عنده انسانيه، مو انت من بلدك جاي يموت، غيرك يعطي احسن احسن عيشه، الحلبوسي يعيش الموصل ب5000، واحنا قاتلنا الضيم قاتلنا التعب، ليش هيك ليش؟ يا الله حجي، هاي نسوان فايخه، هاي الناس فايخين، ليش هيك ليش؟ خلي شوفونا الحكومه المحليه كنا المستشفى فرغ وما بي، انتم تدوش قد العدد بالمستشفى؟ 211